الفصل الأول كانوا معد امتحانات وحبينا نفسح المجال لمواد أخرى. أما هذا الفصل إن شاء الله ما في مزح أبدا، راح أعطيكم مادة أشعة 2، راح نعطي كل أسبوع إن شاء الله محاضرة نظري ومحاضرة عملي. محاضرة العملي راح تكون بشكل فيزيائي يوم الأحد من الساعة من 8 إلى 10، ما هيك؟ الأشعة عندنا يوم الأحد، ما هيك؟ من 8 إلى 10، مظبوط يا شباب؟ موعد المحاضرة متى يكون؟ موعد المحاضرة متى يكون؟ ثواني يا دكتور، لا أتأكد. الأحد، ما هيك؟ من 8 إلى 10، تأكدي. ايه حكيم، هيك على البرنامج من 8 ل 10. ايه تمام. دفعتنا كم طالب؟ دفعتنا هاي الدفعة تقريبا 170. معناته نحاول نقسمكم على مجموعتين. ايه احسن. انتوا قسمونا حركة من مجموعتين، 170 عدد كبير، من 8 إلى 10 ومن الثمانية لتسعة ومن تسعة لثمانية. تمام ان شاء الله. دكتور نبدأ قبل رمضان بالعملة يعني؟ راح نبلش خلص إن شاء الله حتى برمضان كاملين، لأنه صار عندنا تقصير مثل الأشعة، وراح نحاول نكمل كل من هذا الأسبوع. راح بعد بكرة في جلسة عملي، راح نعطيكم تشريح البطن، تشريح الحوض طبقة طبعا، ممكن نعمل لكم مراجعة أشعة واحد، بعض الصور ممكن أعطيكم، بعض تصوير الظليل، راجع معكم تصوير الظليل IVB، تصوير رحم الظليل، وراح نعمل تشريح الشعاعي الطبيعي للدماغ، تشريح الطبيعي للصدر، والتشريح الطبيعي للبطن والحوض، بحيث نعطيكم أكبر قدر من أشعة 2 إن شاء الله تعالى. وأتمنى تكون سنة مليئة بالعلم والمعرفة، نحاول ما نقصر معكم، وأتمنى أنتم كمان تتجاوبون معي. في طالبة ماريا معنا موجودة اليوم؟ ماريا كلفتها على أساس أنه تعمل لنا باوربوينت تشريح الدماغ، فما بعرف إذا كملت الموضوع ولا نسيته بالمرة. على كل الودمة الدماغية هي حالة مهددة للحياة تتطور نتيجة رد فعل التهابي، غالبا تكون ناتجة عن صدمة دماغية أو احتشاء دماغي أو نزف أو خراج أو نقص أكسجين أو إنتان، حساسية، ورم وغيرها من العوامل السمية والاستقلابية. تقسم أسباب الوذمة الدماغية إلى أسباب رضية وأسباب غير رضية. الأسباب الرضية نعرفها، الأسباب غير رضية السكتة الإقفالية، الأورام، التهابات الدماغ والتهاب السحايا. قد ينهار الحاجز الدماغي الشوكي، وقد تنهار مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، فتسبب لنا خلل في توزع السائل سواء داخل الخلية أو خارجها. آلية حدوث الألم الدماغية، ايوه بس ثواني يا شباب، ثواني والله اشوف هاي، ترى ما بالمشفى دقيقه والله.
هل الصوت واضح يا شباب؟ ايه دكتور واضح؟ ايه واضح. تمام. إذن آلية الولادة الدماغية هو اضطراب في توزع السوائل داخل وخارج الخلية الدماغية. مثل ما تعرفون في الحاجز الدموي الدماغي، وفي عندنا مضخة الصوديوم بوتاسيوم موجودة بالخلية، وكلها مسؤولة عن توازن وتوزع الشوارد. إذا زاد تجمع السائل أو خارج الخلية أو داخل الخلية يعطينا وذمة دماغية. الوذمة سميت الخلايا ازداد تجمع السوائل أو الماء داخل الخلية. الوذمة وعية المنشأ، يصير تجمع السائل في المسافة بين الخلويين. راح ندرس كل وذمة بالتفصيل. أي سبب استقلابي أو ورمي أو التهابي أو رضي ممكن يسبب لنا وذمة دماغية. كثير مهم لطبيب الأشعة أنه يميز أنه يا ترى في عندنا 5 أنواع من الوذمات، ولكن مبدئيا نكتفي بدراسة الصدمة سمية الخلايا سايتوتيك والوعاية المنشأ فازوجينيك. الحلولية أوزماتيك وهيدروسيفاليز أو موه الرأس أو استسقاء الرأس، والمذمة في الرضوض والهيدروستاتيك والوذمة في الأورام. أول شيء الوذمة سايتوتيك إيديما، الوذمة سمية الخلايا، هي النوع الأكثر شيوعاً. تشاهد في نقص تروية الدماغ، تنتج الخلايا الدماغية في هذا النوع تنتج الخلايا الدماغية في هذا النوع نتيجة دخول السوائل من خارج الخلية إلى داخل الخلية، فيصير مثل ورم أو التباس بالخلية نتيجة اضطراب في مضخة الصوديوم بوتاسيوم، بينما يبقى الحاجز الدماغي الدموي سليما. آلية حدوثها نتيجة خطأ في الاستقلاب أو انقطاع فيه يعوق عمل مضخة الصوديوم بوتاسيوم في غشاء الخلية الدقيقية، مما يؤدي لبقاء شوارد الصوديوم ومنه الماء إلى داخلهم. لما تبقى شوارد الصوديوم داخل الخلية مثل كيف نصنفها، يعني زيادة الملح أو الضغط الشاردي ضمن الخلية، لما تزداد نسبة شوارد الصوديوم داخل الخلية شو تعمل؟ تمتص الماء عشان يصير في توازن. يعني مثل الجبنة المالحة لما تحطونها بالمي شو بيصير؟ تمتص المي، لأن عندها الشوارد الملح زائد. فلما تكون الشوارد عالية داخل الخلية تؤدي إلى امتصاص الماء، فدخول الماء من المسافة خارج الخلوية المسافة إلى داخل الخلية، فيؤدي إلى انتباج الخلايا الدماغية أو الدبقية، فيؤدي إلى وذمة سميت. إذن الحاجز الدماغي طبيعي، الدموي طبيعي. تكون خلايا نجمية منتفخة تصيب كل من المادة البيضاء والرمادية، وهذا يتداخل مع عمل الخلايا العصبية ويؤدي إلى فقدان خلايا لكلا المادتين. النتيجة تحدث هذه الوذمة نتيجة فرط الأزمولية داخل الخلوية ونقص التوتر خارج الخلوية، مثل ما حكينا نقص التوتر نتيجة نقص التوزع الشاردي خارج الخلية، فيؤدي إلى دخول الماء إلى داخل الخلية.
إذن يكون الحاجز الدماغ الدموي سليما، وإنما الخلل في مضخة التوازن الشهري لمضخة الصوديوم بوتاسيوم. تحدث الوذمة نتيجة اضطراب في الاستقلاب الخلوي يعوق عمل مضخة الصوديوم بوتاسيوم المعتمدة على الطاقة في غشاء الخلية الدرقية، لأن المضخة موجودة في غشاء الخلية، ومنه تراكم الصوديوم والماء داخل الخلية. نتيجة دخول الماء شو بيصير معنا؟ دخول الماء إلى داخل الخلية شو بيصير؟ انتباج في الخلايا الدماغية، وبالتالي نقص في السائل خارج الخلايا، ومنه السائل الدماغ الشوكي. وذلك نشوف انخماص في البطينات، نشوف انتباج بالتلافيف وشبه صغر أو ضمور أو نقص في الشقوق، الشق المركزي أو شق السيلفيوز، وكمان نشوف صغر والنحاء في الصهاريج. شايفين الصورة كيف السائل الخلوي خارج الخلايا قلان، ومنه السائل الدماغ الشوكي. إذا مثل ما حكينا، ما في شيء يخلق أو يستحدث من العدم. دخول السائل من خارج لداخل الخلية يؤدي إلى وذمة سمية الخلايا. طبعا الكلام هذا نفهمه ونعيده ويصير روتيني، بس أمس السنة الماضية زملائكم بالسنة السادسة ناقشهم بمعلومات بسيطة إنه شو هي الوذمة سمية الخلايا، وكيف تحدث الوذمة سمية الخلايا، أو فرجيهم صورة مثلا احتشاء دماغي أو ورم، ونتناقش طالب إن شاء الله السنة الجاية أنتم سنة التخرج، يعني معلومات بسيطة شو نوع الوذمة، كيف تحدث الوذمة. يعني صراحة 90% من الطلاب ما جاوبوا. على كل، أحب أكد على النقاط هاي لأنه نكررها مشان تصير عندكم بديهية. أسباب الوذمة: نقص التروية، التهابات الدماغ، ورم الدماغ الكاذب، نقص الأكسجين الباكر، الصدمة الدماغية الباكرة، السكتة القلبية، انخفاض الحرارة الشديد، المدة الإنذارات، متلازمة تري، بعض الأدوية مثل إيزونيازيد وتريتيدين. إذن بعض السموم، بعض الأدوية، الأورام، نقص التروية بشكل أساسي يسبب لنا أسباب الوذمة سمية الخلايا، سمية الخلايا. إذا لو سألنا سؤال بالاحتشاء الدماغي شو الوذمة بتصير؟ نقص التروية إذا، أو الصدمة، أو السكتة القلبية نتيجة انخفاض الضغط الدموي والصليب الدموي بالدماغ، يصير عندنا نقص تروية عابر فيسبب لنا وذمة سمية الخلايا. ليش؟ لأنه عمل مضخة الصوديوم البوتاسيوم يعتمد على الطاقة ATP، فنقص الأكسجة أو نقص وصول أو الصبيب الدموي إلى الدماغ سواء احتشاء أو نقص انخفاض ضغط، فيؤدي إلى خلل في مضخة الصوديوم بوتاسيوم. الوذمة الثانية هي وذمة فازوجينيك، الوذمة وعية تنشن. هنا العكس، مضخة الصوديوم بوتاسيوم سليمة، وإنما أصاب الحاجز الدماغي الدموي، فيؤدي إلى تراكم السائل خارج الخلوي. فهي وذمة خارج خلوية تصيب المادة البيضاء، وذلك نشوف أكثر شيء بالأورام. الأورام نشوف وذمة وعائيات المنشأ. آلية الحدوث: تحدث نتيجة تخرب الاتصالات الضيقة بين الخلايا البطانية المشكلة للحاجز الدماغي الدموي PBB. تتورم أقدام الخلايا النجمية مما يعكس السمية الخلوية الأولية. وذمة حاجز مغلق تحولت إلى وذمة حاجز مفتوح.
وزيادة اتساع الثقوب بين الخلايا البطنية وزيادة تهريب السوائل عبر الأوعية. تقوم البروتين بالسوائل داخل الأوعية باختراق المسافة البراشمية خارج الخلوية. يدخل الماء إلى المادة البيضاء ثم يتحرك خارج الخلية على طول امتداد الألياف العصبية، وقد تتأثر المادة الرمادية أيضا. إذن يصيب بشكل المادة الأساسية المادة البيضاء، وقد يصيب بشكل أساسي المادة البيضاء، وقد يصيب المادة الرمادية. تلخيص الآلية، يحدث تخرب في الاتصالات، تخرب في الاتصالات بالخلايا البطانية المشكلة الحاجز الدماغي الدموي، وتتراكم السوائل خارج الخلية، فتهرب السوائل من الأوعية إلى المسافات خارج الخلوية. تزداد المسافة بين الخلايا، تتباعد الخلايا، خروج السوائل إلى مسافة بين الخلوية. أسباب الودمة، الأورام بشكل أساسي، الصدمات، المراحل المتأخرة من نقص التربية، أن هناك بل سمية المراحل المبكرة هو مراحل متأخرة، احتلال الدماغ بارتفاع ضغط الدم دائما تشوفون، نقص في كثافة اسمه بالتقارير كثير نكتبها هنا وكثير من الخثارة بنشوفها، نقص في كثافة المادة البيضاء حول البطينات، دائما نكتب احتلال مادة بيضاء بفرط التوتر. هذه الوذمة وعائية المنشأ، احتلال مادة بيضاء بفرط التوتر. إذا نقص كثافة المادة البيضاء حول البطينات، النزوف شايفين النزف هنا في حواليه هالة سوداء، هي وذمة وعائية المنشأ. الأورام كمان نفس الشيء. هنا جدول شايفين حتى بالأدوية، يجوز قسم منكم يشتغل بالمشافي، أو السنة الجاية راح تدخلون بالمشافي أو راح تشتغلون أو داومتوا أكيد بالأقسام. تشوفون دائما مريض عنده وذمة دماغية، تشوفون مريض انسمام حملي دائما يصيبه وذمة دماغية، مرضى التهابات الدماغ عند الأطفال يصيبهم وذمة دماغية، مرضى الاحتشاءات تصيبهم وذمة دماغية، الأورام تصيبهم وذمة دماغية. والجدل كثير شائع إنه كثير في حكي بالموضوع إنه نعطي ستيرويدات ولا ما نعطي ستيرويدات. صراحة كل مرجع يكتب شكل ونوافق قاعدة عامة، ولكن إحنا كمرجعنا هون موجود شايفين الستيرويدات في وعائية المنشأ قطعا شغالة، أما سمية الخلايا لا يوجد تأثير. المدرات على العكس تأثيره عابر بسمية الخلايا، بينما ضئيل في وعائية المنشأ. وعائية المنشأ تصيب المادة البيضاء، سمية الخلايا تصيب المادة البيضاء والرمادية، وعائية المنشأ تخرب الحاجز الوعائي الدموي، بينما سمية الخلايا تخرب إيش؟ مضخات الصوديوم والبوتاسيوم. بوعية المنشأ المسافة خارج الخلوية تكون غنية بالبروتين. إذن في الوذمة السامة الخلايا تشمل المادتين الرمادية والبيضاء. كمان نشوف نقص في التباين أو التمايز بين المادة البيضاء والرمادية بسمية الخلايا، واتجاه جران السوائل نحو داخل الخلية مثل ما حكينا تنتج في الخلية، وذلك نشوف انخماص في مسافات خارج الخلوية في الصهاريج وحتى البطينات. ليش؟ لأن الخلايا السائل يدخل جوات الخلية. حتى الملخص السنة الماضية كان في صورة للإنحاء التلافيف الدماغية. ليش؟ نتيجة انتباج الخلايا الدماغية امتلاءها بالسوائل، وذلك السوائل من اجت مسافة خارج الخلوية. وعاية المنشأ مثل ما حكينا نفس الكلام. شايفين هنا وذمة شايفين صورة سي تي منطقة منخفضة كثافة تمد وذمة وعية المنشأ شاملة النصف العلوي الأيمن وتحيط منازل قديم، بينما الصورة بي منطقة منخفضة الكثافة شايفين هنا هو الاحتشاء الدماغي يشمل المادة الرمادية والودنة سمية الخلايا.
هون شايفين الوذمة تشمل المادة البيضاء، هي وذمة فازوجينيك أو وعية المنشأ. كمان هون وذمة سميت الخلايا، وين شايفين بالورم ودفن المركبات الخط الناصف، صورة رنين كيف الفازوجينيك وعية المنشأ. شايفين نقص التمايز في احتشاء الباكر بصورة الطبقة هاي في المحل الأسهم، نقص تمايز بين المادة البيضاء اختلطت مع المادة البيضاء، واضح في تمايز واضح طلع هون، فسميت الخلايا وذمة سميت الخلايا. شايفين احتشاء دماغي واسع المادة سميت الخلايا، شايفين سميت الخلايا غياب التمايز ونقص التمايز فسمى الخلايا. حكينا عن موضوع نقص السائل الدماغي الشوكي، تتألف الجمجمة من الدماغ ومساحات حاوية على السي اس اف أو السائل الدماغي الشوكي، وبما أن حجم الجمجمة يجب أن يبقى ثابتا مثل ما قلنا، الطاقة لا أو الفراغ لا يفنى أو يستحدث من الآدم، بده شيء محل شيء. فإذا السائل دخل جوات الخلية لازم ينخفض السائل بالبطينات والمسافات خارج خلوية، أو العكس إذا صار مسافة خارج خلوية يصير عندنا انكماش بالخلايا العصبية. مع ازدياد الوذمة قد يحدث تأثير كتلي ويؤدي انضغاط البطينات وبالتالي انخفاض حجمها وتغيير مكانها وتنتقل ويكون ذلك أثر ثانوي على البطينات. طبعا ممكن شيء نسميه ماس افكت، يعني حتى الاحتشاء ممكن يعملنا ماس افكت، تأثير كتلي أو تأثير الوذمة يسبب لنا اضطراب في شكل البطينات. ممكن نعمل زياح الخط الناصف. يساعد الإيكو أو الألتراساوند بتشخيص الوذمة عند الأطفال، حيث يمكننا من دراسة سطوية الدماغ ويكشف النزوف التي تحدث على منه البطينات. كثير أنا اشتغلت في الجامعي، فكان في أحد الأطباء الأشعة مفروزة على قسم الأطفال فقط من شان إيش؟ إيكو عبر اليافوخ، عشان إيكو عبر اليافوخ، لأنه إجراء إيكو في شعبة الأطفال كثير مهم. إذا كان في وذمة ممكن يميز، إذا كان في نزوف داخل القحف، إذا كان في آفات شاغلة للحيز بيبين معنا. فكثير مهم يكون عندنا إيكو عبر اليافوخ. كمان إحنا مو عندنا أي طفل نعرضه للأشعة، وتعرفون موضوع الطبقية أول شيء موضوع مكلف، وثاني شيء أنا مو بكل الأوقات يعني شايفين نص ما شايفين الطبقيات معطلة. فالإيكو كثير مهم، لا ننسى نعمل إيكو عند أي طفل قبل السنة ونص. إمتى يسكر اليافوخ يا جماعة؟ السنة ونص ما هيك؟ السنة ونص تقريبا يسكر اليافوخ، فقبل هالعمر هذا بإمكاننا نعمل إيكو عبر اليافوخ. وأنا بتذكر أيام الحرب ما كان عندنا في طبقي محوري، وجانا حادث سير طفل صغير، وخلال الإيكو عبر اليافوخ شخصنا طبيب العصبية نزف فوق الجافية، وما كان بإمكاني أن يبعث المريض لمسافات طويلة لأنه تعرفون التدخل كثير مهم بالنزف فوق الجافية. فعلى الإيكو فتح الدكتور الجراح العصبية وفرغ النزف فوق الجافية. إذا ما ننسى دور الإيكو في دراسة القحف أو الدماغ عبر اليافوخ. جينا أطباء العصبية إيكو دوبلر انتراكراينال عبر الحفرة الصدغية بيعمل إيكو للأوعية الدماغية. أنا صراحة يجوز لأن ما نشتغل الموضوع هذا ما كثير متشجع معه، وبحسه مثل وسيلة لجلب المصاري عند بعض أطباء العصبية. بيعملوا إيه المريض خلاص يعملوا إيكو دوبلر لأوعية الدماغ عبر الحفرة، موجود بالعالم لكن عندنا مو موجود، كان جزء موجود ببعض المدن الكبيرة من أطباء العصبية، هو مو لأنه مو لأطباء الأشعة، هو خاص بأطباء العصبية مثل
بروب سيكتور او ميكرو كونفكس مثل تبع القلبيه، بنحط بالحفره الصوتيه وبيدرسوا الاوعيه الدماغيه، يدرسوا الاوعيه الدماغيه اذا فيها انسداد او فيها نقص ترويه. طبعا بالاجهزه الحديثه نعمل ام ار اي او نعمل سي تي ار فورا بعد الاحتشاء، وعن طريق الأشعة التداخلية أو أطباء العصبية يتم الدخول سلكتف على منطقة الاحتشاء وحقن المواد السيبتوكيناز قبل 48 ساعة بشكل مباشر. على كل شايفين هاي الصورة، وذمة النورة وذمة وعائية المنشأ، شايفين على الرنين دائما الوذمة سائل فتظهر معانا باللون الأبيض على الزمن الثاني وناقص على الزمن الأول وزائد على زمن الفلير. شايفين وذمة وعائية المنشأ على ماس إفكت دفع لعناصر خط الناصر نحو الأيمن لليسار بالفص الجداري الأيسر. أما هون شايفين وذمة سمية الخلايا طبق أيسر طبق الخلايا طبعا. هون كمان صورة طبقي محوري. شايفين النقص في كتابة الحفرة الخلفية. هنا في نقطة حكينا عنها كثير، هي علامة المخيخ الأبيض. هي علامة المخيخ الأبيض، شايفين يا جماعة هذا المخيخ لونه أبيض، والودمة الدماغية تشمل البراشيميك المخيخ اسمها علامة المخيخ الأبيض. شايفين هنا الحفرة الخلفية منظرها الطبيعي، طبعا السهم هنا غلط، لا السهم هنا. زميلكم عم يسألني يوم الأحد هذا بنسوي لكم جلسة عمل إن شاء الله من 8 إلى 10، راح نبلش عمل إن شاء الله، ما راح نقصر معاكم. الفصل الأول صار فيه تقصير بسبب ظروفنا كلياتنا، وكمان أنتم ما عندكم امتحان الفصل الأول حرفيا نخبي معكم، ولكن يوم الأحد إذا جاهزين نسوي لكم جلسة عمل، إذا ما أنتم جاهزين أجلها الأسبوع الجاي. فهي علامة المخيخ اللي قد كثير سألت عنها، والشباب السنة الماضية وقبلها سألتوا عن الامتحانات قال مي داخلة بالمنهاج ومي ورا بالمنهاج. هي علامة المخيخ الأبيض، نقص بكثافة البراشيم الدماغي في بين المخيخ بلون أبيض في اسم علامة المخيخ الأبيض، وين شاهدها بأي وذمة؟ وذمة سمية الخلايا. شايفين هنا نوع من نزف فوق الجافية، عندنا نزف تحت عنكبوتي، وعندنا نزف تحت عنكبوتي، وهذا تحت الجافية وهذا فوق الجافية. هنا شايف الطبق المحوري يوضح متستاز في فص الجدار الأيمن نتيجة ورم كلوي في نفس الكارسينوما. شايفين الوذمة بالطبقة تبين باللون الأسود. ريلز أو لآلئ أو ملاحظات متفرقة. الدم في المساحات خارج الخلوية على الأطراف يكون غالبا ناجما عن قائمة قصيرة من المسببات. السبب الأكثر شيوعا للنزيف تحت عنكبوتي هو الرضوض، وعند غياب قصة الرض فإن السبب يكون تمزق الأوعية الدموية الممتدة داخل الجمجمة في 98%، ويمكن أن يحدث النزيف تحت عنكبوتي نتيجة نزف من ورم في الجهاز العصبي أو تمزق أم دم. أما النزف تحت الجافية فهو دائما ينتج عن الرض، إذا النزف تحت الجافية دائما عن الرض، ومع ذلك قد يحدث إذا كانت سرعة الدم عالية فتستهدف مباشرة الجافية، وقد يحدث نتيجة تمدد الأوعية الدموية في مكان تمزق سابق. إذا نتيجة تمزق سابق
ممكن يجدد النزل تحت الجافين، وممكن أن يشاهد تمزق جزئي أو كلي في المسافات تحت الجافين. نزل فوق الجافية الدموي دوما ينتج عن الآفات الرضية. النزف فوق الجافية غالبا النزف فوق الجافية غالبا شرياني، والنزف تحت الجافية غالبا وريدي. في طبعا النزوف المستطنة داخل، شايفين هنا نزف مع وذمة وعيات المنشأ حولهم، شايفين بعض صور الرنين توضح نزوف صدرية ثنائية الجانب في البرانشي. شوف النزوف وجميع الصور بنفس المستوى. تقنية الفيلر وصورة الصدى المتدرج، شايفين الوذمة دائما الوذمة الدماغية تكون عالية على الزمن الثاني والزمن الفلير، وتكون ناقصة على الزمن الأول. في زمن الفلير يحذف السائل الدماغ الشوكي ويبقى السوائل المرضية. شايفين الصورة هي نزف داخل البطينات على السي تي. الصورة بي هي صورة سجتل رنين. الزمن الأول هو دائما زمن التشريح الطبيعي، المادة البيضاء بيضاء والمادة الرمادية رمادية. سهمي أو سجتل، طبعا بالسهم غالبا ما يبين معانا فقط البطين الثالث اللي شايفينه تحت الجسم الثفني مكان النزف. الصورة سي هي صورة سي، شايفين الزمن الثاني البطينات والمسافة تحت القوتية عالية، كمان نشوف نزف داخل البطينات. شايفين في منطقة جغرافية عالية الإشارة من البطينات تعبر عن النزف، وهي إيكو عبر اليافوخ، شايفين إيكو عبر اليافوخ. وهي الصدى المتدرج أحد أزمنة الرنين، شايفين أعطانا فراغ إشاري لون أسود النزف داخل البطينات. كمان صورة إيكو عبر اليافوخ. شايفين نزف لون أبيض، نزف لون أبيض بالإيكو، هذا هو النزف شايفين على التناطر في البطينات. بعد نزف اللون الأبيض هذا هو. تمام شباب، تمام دكتور، الله يعطيك العافية. أي سؤال يا شباب ويا بنات، أي سؤال؟ إذا حكينا بشكل موجز، الوذمة الدماغية هي اضطراب في توزع السوائل والشوارد داخل وخارج الخلية، تحدث نتيجة الأورام أو الاحتشاءات أو الرضوض أو الاستقلاب أو السموم. درسنا نوعين، سمية الخلايا يحدث نتيجة في خلل الصوديوم البوتاسيوم فتتراكم السوائل داخل الخلية بينما تنقص خارج الخلية،
وتبقى شوائد الصوديوم داخل الخلية، هاي اسمها سميتها خلايا مشيدة بشكل خاصة بالاحتفاليات الباكرة، تصيب المادة البيضاء وتأثير المدرات عابر وتأثير الستيرويدات كمان ضئيل. النوع الثاني هو فازوجينيك أو سم الوذمة وعائية المنشأ، يصاب الحاجز الوعائي الدموي، تتباعد الخلايا البطانية مشكلة، يدخل البروتين المسافة خارج الخلوية، بروتين موجود بالشعيرات الدموية الأخيرة يدخل المسافة خارج الخلوية فيؤدي إلى سحب السائل من الخلايا أو الماء، فيدخل السائل من المسافة خارج الخلوية، وذلك تنكمش الخلايا وتركن سواء خارج الخلية، حيث وعية المنشأ الشهيرة في النزوف والأورام أو الاحتشاء المتأخر ويصيب المادة البيضاء بشكل أساسي. الوذمة الدماغية بشكل عام سميتها خلايا نشوف نقص بالتمايز بين المادة البيضاء والرمادية، بينما بالوذمة سميتها الخلايا بمعاية المنشأ نشوف في فرط تمايز، ليش نشوف في نقص كثافة المادة البيضاء فيصير في فرط تمايز. الوذمة الدماغية وعية المنشأ تكون عالية على الزمن الثاني وعلى زمن الفلير، وتكون ناقصة على الزمن الأول. أي سؤال يا شباب ويا بنات؟ ألو؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيكم. الأحد إذا كنتوا جاهزين خبروني مشان أعطيكم الصبح تنجون مشان العملي، نبلش بإعطائكم العملي. ماشي؟ إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.